السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواتي جيتكم بوصفة تاع الخبز الكوشة المطلوع عندنا هنا كيلو فرنة كاس ماء دافي زوج مغارف كبار خميره تاع الخبز وزوج مغارف كبار سكر هنا حنوري لكم المرحله الاولى اولا نحطوا الماء دافي ونحطوا الخميره والسكر ومن كيلو تاع الدقيق هذايا نديروا كوب واحد منه هذه المرحله علاش نديرها على خاطر راح تعاوني في مرحله التخمير معناتها في عوض العجينه تقعد ساعه ولا ساعه ونص باش تخمر في 30 دقيقه تخمر هذه اولا وثانيا راح يعطي القوام للخبز اسفنجي معناتها يجي كي بونج ما يتعجنش كامل راح تشوفوا النتيجه في اخر الفيديو ان شاء الله نفرغوا هنا الفرينه ونخلطوا بمضرب اليد بلو فوي حتى يتكون عندنا العلك حتى كتشوفوه ولا لكم كي الاستيك كي المطاط هذه المرحله مهمه وانا نعتمد على هاد التخميره يقولوا لها نعتمد عليها في لي بيتزا في الخبز جميع انواع الخبز دائما نبدا بها كما راكم تشوفوا هنايا القوام تاعها نغطوها ونخلوها عشرين دقيقة هنا بعد ما خمرت كما راكم تشوفوا القوام نتاعها لازم تطلع مليح تخلوها على جنب وهنا نجيبوا الدقيق ونديروه يتعجن مع التخميره وشويه ملح والملح على حسب الذوق هذه الوصفه طلبتها عندي وحده متابعه وراح نديرهم خبيزات صغار كيما قالت لي تاع لي ساندويتش ان شاء الله هي عجبها. نخلطو هنا خلطه خفيفه باش الملح ما يكونش عنده كونتاكت مع التخميره باش التخميره ما تفسدناش نجو هنا هذه التخميره داخل الدقيق ونبداو نعجنوه هاد التخميره راح تساعدكم بزاف باش العجينه تخمر بالخف على خاطرش هي ديجا خمرت عشرين دقيقه من قبل وكي العجينه راح تقعد غير ثلاثين دقيقه برك وراح تشوفوا بلي طلعت ما شاء الله بالخف تطلع كيما راكم تشوفوا انا عجناها ولازم تجيب هذا القوام قوام مطاطي لازم تجي اي الاستيك وتلصق في اليد كما راكم تشوفوا هنا خليناها 30 دقيقه شوفوا ما شاء الله كيفاش طلعت هنا نوجدوا سميد رقيق كامل ماشي الخشين ولا متوسط لازم الرقيق هنا يعني وجدت شويه ما باش يساعدنا في العجين باش ما يلصقناش في اليد كما راكم تشوفوا نبداو هنايا نشكلوا الكرات صغار ناخذ هنايا وحده شكلوها صغيره كما الاخت طلبتها قالت لي نحب تاع ساندويتش شكلوها مليح وغلقوها مليح من تحت باش تساعد في التخمير دا في السنيوة على خاطر راح نخلوهم تاني كيخمروا في السنيوة طبعا عندهم يا ربي عشرين دقيقة برك نرمدوهم هنا في السميد مليح مليح حطوا شويه سميد آه في السنيوة وعلى فكره آه الفرن تاعكم لازم تكونوا شاعلينه من قبل آه الاعلى درجه حراره هذا ما عندوش معناتها آه على ميتين ولا كيما مية 180 نو هذا لازم يطيب على اعلى آه درجه حراره معناتها اللي عندها ميتين آه درجه في الفرن تاعها آه كل وحده والفرن تاعها طبعا لازم آه تسخنوا من قبل لازم يكون سخون بزاف باش يجيها بالشكل اللي راح تشوفوه انا عندي 250 درجه في الفرن تاعي و كنت سخنتو 20 دقيقه من قبل نوري لكم هنا تاني مره ثانيه انا شكلنا هنا كورة ولازم تغلقوها مليح الا ما غلقتوهاش مليح الشكل تاعها ما يجيكمش اولا والاهم ما تطلعش مليح رمدوها مليح في السميد هنايا راح نفتحوهم شويه نهبطوهم شويه دائما نرشو شويه سميد من الفوق وندخلهم الفرن من عشرة الى 15 دقيقه كما راكم تشوفوا آه الشكل النهائي للخبزات تاعنا هامليك راكم تشوفوا هنا مازال هم سخونين ما عنديش بزاف ملي خرجتهم آه راكم تشوفوا القوام تاعو ما يتعجنش شوفوا الشكل تاعو كيفاش خفيف وخاصه البنه تاني كبنين مع التخميره التخميره راح تعطي بنه خاصه للخبز والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته